كل الحصينة بتتحرك ومفيش شقوق. دي كانت الجملة اللي بسببها اتبنت إمبراطورية والت ديزني والعالم الساحر الأسطوري ده كله. القصة باختصار إن والت ديزني الأب أخذ بنته للملاهي زي أي أب. اللي أحبطه جداً إن كل حصان بنته كانت تختار تلعب عليه كان يبقى ما بيتحركش، ولما قرب لقى إن كل الألوان باهتة ومشققة. ويومها ابتدى الحلم، حلم بمدينة ملاهي مبهجة فيها كل الحصينة بتتحرك ومفيش شقوق، يعني ببساطة كل حاجة صح ومبهجة. الحلم ده ممكن؟ خليك معنا شوية. شغل عالي شغل عالي، شغل عالي شغل عالي. يا مرحب في شغل عالي. احنا النهاردة بنحكي عن الانبساط، لكن الحقيقة مش زي ما توقعت، يعني من كلامي في المقدمة ان انا هحكي لك النهاردة عن قصة نجاح كبيرة ومبهجة، ولا هحكي لك على قصة بناء صرح ترفيهي عظيم. احنا النهاردة هنحكي عن حاجة تانية، هنحكي ازاي الحاجات تلمع تحلو تبقى مبهجة. ولأننا بتوع شغل هنركز في حتة غالبا غايبة ومفقودة احيانا، إزاي الشغل نفسه يبقى مصدر فرح، انبساط، مش بس يبقى مصدر للفلوس. وطبعاً لأنه في ناس كتير تعز الكآبة زي عينيها، فأنا خايفة أبص في عينين الناس وحد يقول لي يا عم ده أنتوا ناس مرفهين، انبساط مين؟ إحنا بنشتغل عشان لقمة العيش، مش كده؟ في حد فكر كده؟ انبساط مين يعني؟ هقولك النظرية عشان نعرف نتقابل في نقطة. أنا شخصياً أعز جداً اللي بيحترم لقمة العيش، لكن أعز أكتر اللي يحبها بكرامة. وهنا أعتقد أننا ممكن نتقابل في نقطة. الكرامة في لقمة العيش على رأي أهالينا كده لازماً ولابد يكون معاها انبساط. ما تمشيش أبداً أني أكل عيشي بكرامة من غير ما أكون مبسوط في الحاجة اللي أنا بعملها. قبل ما أدخل في الموضوع أنا عايزة رأيكم، عشان ابتديت أحس كده أن إحنا هنتخانق. حد قبل كده فكر ايه الحاجة اللي بتخليه يبقى مبسوط وهو بيشتغل؟ يعني انا وانا بشتغل انبسط لما ايه؟ يعني مثلا الناس تشتغل الحاجة اللي بتحب تعملها، انت بتبقى مبسوط يعني. لما بالزبط. بتشتغل حاجة بتحبها، اكيد يعني. طيب اكيد ببقى مبسوط لما كده. ايه كمان؟ حد يقدرك في شغلك. فين؟ الو، مين قال لما حد يقدرني؟ من التقدير. حلو، حد عنده إجابة تانية؟ بليز. يعني ببقى مبسوطة لما بطلع شغل حلو، خصوصاً إن أنا بشتغل في حاجة بالنسبة لي هواية أكتر منها شغل. فن؟ شغلي حاجة فنية ولا إيه؟ نيل أرتست. نيل أرتست. أها، أوكي. بتبسط لما بلاقي إن الفينش بتاع الشغل حلو، بتبسط لما بلاقي إن الكلاينت اللي قصادي قدرت تعبي معاها وماشية مبسوطة من عندي، خليت واحدة ماشية حاسة إنها شكلها بقى أحلى. حلو أوي أوي. بالكم مشاركة دول؟ خلوني أحكي لكم كمان قصة. زمان اكتشفوا، أو من زمان اكتشفوا، أنه أصحاب المهن اليدوية، الحاجات اللي الناس كانت بتشتغل في حاجات يدوية صنعة بإيديها كده، دول أكتر الحاجات اللي بتسبب لأصحابها سعادة. لأنه ببساطة كده الصنايعي أو صاحب المهنة كان بيشوف الأثر المباشر فوراً، يعني أنا بعمل حتة فن زي ما أنت قلت لنا كده، في نفس اللحظة طلع فن، فانبسطت جداً. بخلاف الوضع الجديد في الحياة عموماً، الواحد فينا دلوقتي بقى بيعمل جزء صغير جداً من منظومة كبيرة، فبيبقى غالباً وهو بيشتغل مش شايف الأثر الكبير، وخلوا بالكم قوي من كلمة الأثر، فبالتالي بيخسر الحتة الحلوة دي بتاعة إحساسه بالمعنى. العلم كمان ما وقفش عند الحتة دي، لكن فضل يمشي وراء الفكرة، هو الناس ما بتنبسطش لما إيه؟ فاكتشفوا إنه مش بس الحرف اليدوية، لكن أي حاجة بتتعمل صح وبتسبب أثر أو بتسيب أثر بتسبب لصاحبها سعادة. فضلوا يدوروا تاني، لقوا إنه الإنجازات اللي من النوع ده مع بعضها كده لما تتعمل بشكل مستمر، حاجة تسيب أثر فتسبب لصاحبها معنى أو تحقق لصاحبها معنى من حياته.
أعتقد أنه كلمة المعنى دي مش كتير بيدوروا عليها ولا بيتكلموا عليها بالاسم ده. يعني في ناس عايشين ومحققين المعنى من حياتهم من غير ما يقصدوا، زي صاحبنا بتاع الحرف اليدوية، هو بيعمل حاجة بتعمل أثر فهو مبسوط. لكن في جزء تاني من الناس، لو ركزنا كده 3 دقايق، دول الناس اللي محتاجين يعملوا شوية مجهود عشان يكتشفوا إيه المعنى ورا كل اللي بنعمله ده. بيقولوا أنه أي مسعى ذهني، أو ده التعريف يعني يعني إيه ألاقي معنى، أي مسعى ذهني أو بدني بيحتاج مستويات عالية من المهارة بيولد عندك شعور بالمعنى. حد كان أدبي يعرف يحفظها دي؟ يعني بالبلدي كده بطريقتنا ومن غير مصطلحات كبيرة، كل ما تبقى شاطر في شغلك تحس إن في معنى للي أنت بتعمله. تخيلوا، هي حاجة ليها دعوة، بكل ما زادت مهارتي فبالتالي بيزيد تأثيري، فبالتالي بيزيد الانبساط. يعني لما تعمل شغلك حلو مظبوط أو بمهارة، بيتخلق جواك وانت إنسان محدود جداً إحساس كده بالانتماء لحاجة أكبر منك اسمها القصد من وجودك. كلام مجعلص؟ هذا المعنى غالباً يعني. فلما تتربط بالحاجة الكبيرة دي تتشجع إنك تعملها تاني، فتعيد الحكاية دي، فتحس إنك مبسوط، فتحس إنك مؤثر ومهم. ولما حضرتك تبقى مؤثر ومهم بتبقى غالباً معدي، فالناس اللي حواليك كمان بينبسطوا، بيلاحظوا إنهم مبسوطين، فتبقى حضرتك مبسوط. هي الحكاية متبادلة وبتتغير أو بترجع لي مرة تانية. كل ما أعمل تأثير أحس بالمعنى فانبسط، فأعيد التأثير أحس بالمعنى وانبسط. في كتاب عظيم جدا اسمه كل الأشياء تلمع، بيتكلم عن الفكرة دي لكن بطريقة تانية. كل الأشياء تلمع زي الراجل بتاع والت ديزني كده، بس بيتكلم عن أنه لما بتكتشف المعنى من حياتك كل الحاجات بتتغير، كل الحاجات العادية بتلمع بتحلو. بما أننا النهاردة بنتكلم عن الجمال، يعني ببساطة جدا قد إيه الشغل الرديء والوحش مش بس بيأثر على المجتمع بأنه في نتائج ضعيفة، مش ناس بتشتغل شغل وحش، لكن كمان بيأثر على فهم الأشخاص دول لقيمتهم وبيخليهم يميلوا أكتر لأنهم يبقوا أكثر كآبة وحزن. النوع ده من الانبساط نقدر نسميه أنه مختلف تماما عن ثقافة أكل العيش. هو غالبا كده حاجة شبه الانبساط اللي احنا بنحسه لما نشوف، عارفين لما نشوف فيديو لست بسيطة كده بتحمد ربنا، فنكتب بالبوستات العميقة بتاعتنا ونقول ايه؟ نص رضا الست دي، الله على الجمال. ولما نشوف راجل وست كبار في السن مثلا بنكتب عليهم ايه؟ كبار في السن ومبسوطين يعني، فتقول ايه؟ نفسي اكون كده لما اكبر. فتحس انك عميق كده لما تقول كده. الحقيقة أنه إحنا مربوطين بالفكرة دي من غير ما نحس. هي دي غالباً الفكرة الأهم من أكل العيش اللي هو مهم جداً طبعاً، أنه الإحساس بالمعنى. فطول الوقت يعني، أنا بس عايزة أشارككم أن دي مش حاجة جديدة ولا حاجة، النوع ده من السعادة إحنا اتخلقنا بندور على النوع ده من السعادة، أني يعني بعمل حاجة مهمة ليها تأثير فبتبسطني فبكررها. الشغل طبعا ممكن يبقى جزء من السعادة، والدليل الوحيد اللي عندنا النهاردة غير كل النظريات العلمية انك هتلاقي ان الناس الكبار في السن مثلا لما بيبطلوا شغلهم المعتاد ويحسوا ان دورهم وتأثيرهم قل، مش بتلاحظوا كده انهم بيحسوا بالاكتئاب؟ ولو رجع يحس انه ممكن يعمل حاجة مفيدة بيرجع ينبسط تاني. ببساطة نص جمال الحياة في انك تلاقي معنى لكل حاجة بتعملها. خد نفسك شوية غالي وترجع نكمل مع بعض شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. الدفاع يتفضل. كل دولة ليها قانون بيحكمها، واللي بيخالف القانون ليه جزاؤه على حسب مخالفته وقانون الدولة. لو رجعنا بالزمن 600 سنة قبل الميلاد، وبالتحديد في الهند القديمة، القانون كان عنيف شوية على المخالفين. أي حد كان بيرتكب جريمة زي الزنا أو السرقة أو غيرها كانت عقوبته قطع الأنف، يعني كانوا بيعيشوا المجرم من غير مناخير، قعقوبة أبدية ليه. وعلشان ما فيش إنسان يقدر يعيش من غير أنف، المجرمين كانوا بيلجأوا لطبيب هندي كان مشهور وقتها بترميم وتجميل أنوف مخالف القانون، الطبيب الهندي سوشروتا سمهيتا.
كان له تقنية في عمليات التجميل لسه مستخدمة لحد دلوقتي، وهي إعادة ترميم الأنف باستخدام جلد من مكان آخر بجسم المريض، ودي كانت تعتبر أول عملية تجميل على الإطلاق. وبعد زمن الطبيب الهندي سوشروتا عرف بأول دكتور تجميل في التاريخ، وأخذ لقب أبو الجراحة التجميلية. شغل عالي شغل عالي. زي ما شفنا حالاً في التقرير، في أفكار وحكايات وقصص كتير ملهمة، بس جاية من أنه شخص قرر من خلال مهنته يضيف معنى للحياة كلها. بالمناسبة دي مش قصص بس في التاريخ أو قصص عالمية، لكن كمان ينفع تبقى قصص يومية، ولأن مهنتنا النهاردة واحدة من المهن اللي الطبيعي تلاقي فيها نتائج سريعة وتشوف آثر سريع، هنروح دلوقتي نشوف واحد من كبارات مهنة جراحات التجميل. دكتور أحمد عادل نور الدين، تاريخ طويل من صناعة الجمال ونقل العلم وتلمذة الأجيال على مدار أكثر من 30 سنة. الدكتور أحمد عادل نور الدين طبيب يؤمن أن مهمة التجميل أكبر من مجرد الملامح والتجميل الخارجي، لكنها الوصول إلى حالة الرضا عن النفس في كل يوم وكل خطوة. مساء الخير يا دكتور. يؤمن بالعلم ولا يتوقف عن التعلم ولا يكتفي بالخبرة والتاريخ. دكتور أحمد، الحقيقة وإحنا بنتكلم عن التجميل سعداء ومبسوطين جداً إن إحنا نبقى النهاردة مع قامة بحجم حضرتك وتاريخ في مجال جراحات التجميل زي حضرتك، تتلمذ على إيدك نقدر نقول مئات من الدكاترة، مش كده؟ شكراً جزيلاً، ده شرف لي إن أنا أتكلم معك في الموضوع الجميل ده. في البداية كده عايزين نفك اشتباك ما بين جراحات التجميل والعمليات التجميلية، والاشتباك اللي حصل ما بين طب التجميل والجلدية مثلا التخصص ده. فهمنا يا دكتور، امتى اروح لجراح تجميل وامتى ابقى بعمل اي خدمات بتقدم من اطباء كمان محترمين في تخصص اخر؟ شوفي، هو ممارسة التجميل سنس، يعني لازم انا اكون اتدربت عليها فترة طويلة، ان انا اشتغل وامارس واقيم واقدر احكم وإم تاخد القرار الصح واخد القرار الغلط. اللي بيعمل كده هو الجراح، عنده الخبرة وعنده المقاومات وعنده الدراسة اللي من زمان هو بيحكم عليها كتجميل، وبيحكم إمتى يعمل وإمتى ما يعملش، ولما يعمل بيبقى له هدف إنه ياخد جمال طبيعي ناتشرال بيوتي زي ما بيقولوا. يعني أنا بعتبر أحد مقومات نجاح العملية إنك ما تعرفيش إن أنا عملت عملية، فده الجراح. فإحنا مش هنقول اكتشاف اشتباك بيننا وبين طب الجلدية، لكن كل واحد له حدوده، لأنه البراكتس باكج. أنا بشوف مثلا، هتكلم على الوش، يا ترى هي اللي جاية دي تتحل بحاجة بسيطة زي ما هي طالبة زي ما أحسن وأنا كمان أفضل، بوتوكس أو فيلر أو ليزر أو غيره، ولا عايزة جراحة من الجراحات الكبيرة اللي هي فيها خياطة، ولا حاجة وسط نقدر نعملها بشيء مختلف. طب ما أنا بعمل الحاجات دي كلها وأقدر أختار بقى، مش أنا في جيبي بس البوتوكس والفيلرز ويبقى لازم أمشيهم عليك، فيبقى عندي كل الحلول وبالتالي أختار الأصلح. بالضبط، يعني أختار الأنسب ليك الحالة دي لكل حالة، بالتالي بالتحليل الحالة ومقومات الحالة ومعطيات الحالة بناء عليه باخد القرار. دايما يا دكتور برضو عندنا خلط كده في المفاهيم، أنه نعتقد أنه جراحة التجميل أو طب التجميل ده طب الرفاهية مش لكل الناس. حضرتك أكيد بمشوار طويل بقى في هذا المجال، إلى أي مدى إحنا غلطانين في الفكرة دي؟ أكيد كان زمان عندي برنامج عملته إن للفقراء حق في التجميل. طيب، هو اللي بيتولد بتشوهات خلقية أو اللي بيتحرق، وللأسف إن معظم ضحايا الحروق من الفقراء، أو اللي اتولدت ومناخيرها مش متناسقة مع الوش ولا عارفة تشتغل ولا عارفة تتجوز، أو الست اللي هي اتجوزت وبعد كده فقدت معالم الجمالية في بطنها بعد الولادات المتكررة. بكلمك على سيناريوهات واقعية، دي سيناريوهات كمان مختلفة التأثير، يعني حضرتك تقول
ضحايا الحروق دي، دي حاجة تنقذ حياة، تنقذ مستقبل، قدرته على التعايش كمان في بيختلف. كان عندنا حلقة سابقة بنتكلم عن الطب النفسي، بنقول انه دايما عدد الاطباء النفسيين اقل بكتير جدا من الديماند او الطلب او المشاكل الموجودة. مش عارفة برضو حضرتك صلح لي في التجميل العكس، معروض كتير جدا وعيادات كتير وناس بتتكلم عن انها تقدر تحل مشاكل، ازاي المريض يميز ويختار؟ هي دي مشكلة، لانه اللي حضرتك بتقوليه ده المعروض كتير مش جراحات التجميل اللي بتحل المشاكل. طب اللي معروض كتير البيزنس اللي هو انا بتاع كله وتعالى لي واحنا بنعمل تخفيض وانت مش عارفه الدكتور مين، ده دي كارثه. هو ده المتاح للاسف، لكن المتاح فعليا كعدد جراحين تجميل بالنسبه لبلد تعدادها فوق ال 100 مليون عدد قليل. احنا الاطباء المؤهلين الاعضاء في الجمعيه المصريه لجراحه التجميل اللي هي الهيئه المصريه المعتمده عالميا 450. ياه في مصر؟ اه 450 بس؟ منهم 150 بيشتغلوا بره مصر. دكتور انا ممكن اقول لحضرتك ان انا بشوف 450 اعلام في اليوم. ايوه. قولي مثلا كمان زيهم اطباء منتسبين لسه ما حصلش على شهاده الاستشاري يعني اخصائي برضه يجوز مع ماجستير يعني. ودي واحده من الحاجات اللي برضه مشغوله اسال حضرتك فيها، في ملف مهم جدا في الطب اللي ممكن يكون مش بس طب تصحيحي وعلاجي لكن كمان اقتصادي للدوله، السياحه العلاجيه. بعتقد انه كتير من الاساتذه زي حضرتك على قلبهم الملف ده، واحنا واصلين فيه لحد فين؟ او ايه الفرص الممكنه اللي قصادنا واللي ممكن تبقى مصدر من مصادر الدخل القومي الحقيقي لمصر؟ هي الفرص كبيره والبوتنشلز بتاعتنا في مصر عاليه جدا جدا يعني. المنتج المصري اللي هو كطبيب مستوى عالي. ليه؟ لانه الماتيريال كتير جدا والشغل احنا بنعمل حاجات ما بيصدقوهاش لما يشوفوها بره. هضرب لي امثله بعد شويه. ثانيا الجو العام في البلد كويس كمكاح وكسياحه وكاثار وكجو، يقدر يعمل زيارات ثانيه وهو جاي قوي يعني. فالنهارده في مجهودات تعتبر على مهول عليها مجهودات قطاع خاص شويه فرديا ابتدى يبقى في لوكال اورجانيزيشنز في مصر، منظمات اهليه ابتدت تبتدي في الموضوع ده وتروح للدكاتره الكويسين هيقول له اديني باكج كويس. طبعا الدكاتره عليهم دور، وبعد كده يتعمل له الشغل صح، وبالمره يقعد يومين نقاهه في غردقه في شرم الشيخ في واتيفر ويشوف البلد ونبقى كل الاطراف استفادت. وين وين سيتويشن، كل الناس استفادت صح. عايز اسال حضرتك عن اجيال جديده من الاطباء، يعني لما سالنا كده عن حضرتك وذاكرنا وقرينا عرفنا انه في اجيال من الاطباء اتخرجت او تدربت على ايد حضرتك. ايه اللي بيميز الاجيال الجديده من الاطباء، سلبيات وايجابيات؟ طب اقول لك ايه اللي بيميز الاجيال القديمه الاول؟ لا الاجيال القديمه شاطره. يعني احنا لما ابتدينا نشتغل كان الواحد المبدا بتاعه انه لما يحب يتعلم عمليه طبعا هيقراها الاول، ما كانش في ايامنا نت ولا فيقرا العمليه وبعدين يقف يتفرج وهي بتتعمل مع الاستاذ اللي بيعملها. المرحله الثانيه يقف يساعد الاستاذ وهو بيعمل العمليه. المرحله الثالثه انه حد يساعده في اجراء العمليه، وبعد كده يبتدي يعملها لوحده ويبتدي يجود فيها، بتاخد سنين. فعشان كده في اجيال طلعت عارف امتى وامتى وحدوده ويقف امتى ودي تتعمل ودي ما تتعملش. للاسف الاجيال الجديده النهارده مش هقول كلهم طبعا، في ناس كويسه قوي وفي ناس ماشيه على نفس النهج ده، انما اللي تاني دلوقتي بيجي واحد يساعد هو شاف العمليه على النت، ده كل الكريدنشلز بتاعته، ده كل المؤهلات اللي عنده، وبعدين يعتبر نفسه انه جه واقف ساعد فيها مره، ده كده يبقى خلاص بقى. ده كده يبقى عمل العمليه بقى. فكده انا هجرب. تدي ينزل اعلانات ويطلع في التلفزيون ويطلع على النت انا بعمل. الفكره دي بقى اصبحت سائده انه دو يعني سي وانس دو فور ايفر. حضرتك بتشاور على نقطه مهمه جدا وهي البراكتس او الممارسه. نقابه الاطباء، الرقابه على الاطباء، الدور التنظيمي للعملية دي حاصل إلى أي مدى؟ أو إيه اللي إحنا كمان نتمنى أنه يبقى بتركيز أكتر؟ إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة هي العلاج الجهة المنوط بها التنظيم. يعني أنا النهاردة لما أجي أعمل العيادة بتاعتي لازم أكون مراعي الحاجات اللي هم قالوا لي عليها. أنا عشان أعمل زرع شعر في العيادة عشان أعمل أوضة أعمل فيها زرع شعر تعبت قوي توضيب
وكتراخيص وكورق واداريات وعملته، وجات اداره العلاج الحر وادتني الترخيص. خدت وقت وخدت مجهود وخدت طب. فلوس وانا موافق ده العيان عشان السلامه بتاعه العيان يتعمل صح. ايه الجديد في طب التجميل؟ ايه الامكانيات الحقيقي موجوده عندنا ننفع نعظم الاستفاده منها؟ هو جراحه التجميل مجال بيتوسع، يمكن من احد المجالات القليله في الطب اللي ما بتقفش دايما، كل ماده بتطلب. واللي بيساعد على كده ان الناس بتطلب، يمكن تحسن الميديا وبقى يشوفوا قدامهم حاجات كتيره بتحصل في كل الدنيا، والاتاحه متهيألي الاسعار بقت افضل، بقت متاحه، وبالتالي احنا بنمشي مش هنقول ورا الناس، لكن الناس بتطلب ايه واحنا بنحاول نعمله. فلو انا عندي واحده النهارده وشها بان عليه علامات التقدم في السن، ده مثال يعني. كنا زمان احنا لما كنا بنتدرب واحنا نواب وكانت تيجي لنا حاله زي دي، كان الاساتذه بتوعنا يقولوا لها ما تستني شويه لما تكبري ونعمل شد وش مره واحده. احنا دلوقتي بنقول لها تتاخرتي قوي، ان انت كان ممكن تمنعي حدوث هذا الكلام من بدري. اللي مكننا لكده التطور اللي حصل في الطب، فكل يوم اصبح فيه استعاده شباب وجمال الوجه بطرق اسهل. الاسهل يعني ايه؟ يعني انت لما تعمليها مش هيبقى فيه داون تايم، مش هتقعدي في البيت. النهارده تعمليه عندي الشغل اللي هعمله لك، وبالليل تكوني بتتعشي مع اصحابك. لما تعمليها هتاخدي نتيجه دائمه اطول فتره ممكنه. لما تعمليها هتدفعي سعر اقل، يبقى انت خدتي نتيجه اطول، خدتيش داون تايم، مفيش، دفعتي سعر اقل وبقيتي مبسوطه. فهو ده التطور اللي حصل مثلا في مجال استعاده شباب جمال الوجه. كنا زمان بنعمل جراحة شد الوش، النهاردة أصبحت جراحة غير مرغوب فيها، تتعمل في ناس يعني هقول عليهم قليلة جدا. اللي سكتوا على نفسهم لأن في حلول تانية بالضبط لمشاكل. ولما تيجي بدري شوية، وخاصة بقى واحدة عملت ريجيم مشاه، بنعمل طرق أحدث بكتير، بحيث أن أنت ما فيش أصلا جرح ولا خياطة تتفك. ده تنافس بقى في العالم كله، إزاي نوصل للنتيجة دي بأحسن نتيجة ممكنة. ودي حاجة إحنا في مصر إحنا عندنا بنعملها بسم الله ما شاء الله بنتيجة كويسة جدا. هنيجي مثلا في مجال التخلص من الدهون الزائدة بطريقة آمنة. طبعا الشفط موجود والشد موجود، والاستعمال الأجهزة الحديثة بيخلينا كمان نقدر نتابع إن في أجهزة بتمكننا إن إحنا نحصل على نتيجة كما لو كنا عاملين جراحة بدون جراحة، زي ما قلنا في شد الوش هنحصل برضو عليها في التخلص من الدهون في منطقة البطن، منطقة الذراعين، منطقة وهكذا. هنيجي في مجال مثلا زراعة الشعر، النهاردة أصبح إن أنا أقدر أعمل زراعة شعر بحيث ما حدش يعرف إنك عاملة زراعة شعر. أنا دايما بشبه جراحة التجميل دي برحلة تبتدي البوينت بتاعتها إن أنا أختار العين الصح وأعمله الحاجة الصح. الجي بي أس بتاع الرحلة دي شطارتي ومهارتي وكفاءتي وخبرتي، والديستنيشن بتاعتها الناتشرال بيوتي، إنك في الآخر تاخدي بيوتي جميلة طبيعية من غير ما أكون غيرت فيك حاجة. بذكر الرحلة، يعني رحلة حضرتك الطويلة في مجال جراحات التجميل ونجحة من تعلم وتلمذة وتتلمذ آخرين على أيديك ونجاحات كتيرة يا دكتور، هل حضرتك تقدر تقول إنه مثلاً البرفكشنزم، يعني أو الناس اللي بتسعى طول الوقت إن يبقى كل حاجة فيها مظبوطة، دي حاجة كويسة؟ لا، كمال لله وحده طبعاً. دايما ما بنقولش على الحياة انت عندك حاجة غلط، هو اللي عنده حاجة غلطة مضايقاه يجي يصلحها له. لكن انا ساعات بيجي عيني يكشف وانا شايف بعيني ان المناخير دي مأساة، كارثة، مش هفي بقي، طالما هو راضي بيها خلاص. واحد جاي يكشف وصلح والصلع بتاعه ماشي على وشه، ما تتكلمش. ليه؟ لانه هو لو عملتها له باقتراح مني وطلع فيها مشكلة مش هيسيبني، وانا بالتالي عملت حاجه هو اصلا مش محتاجها. وبالتالي احترام رغبات المريض والسماع كويس له، وان انا اشوف المشكله بتاعته دي اقدر احلها، والحل بتاعي ده هو فاهمه وعارفه، عشان في الاخر نتطابق اللي هو عايزه باللي انا اقدر اعمله، ده هو ده مقياس النجاح. الحاجه الثانيه انه الدكتور ده طول عمره بيشتغل وبيذاكر ويدرس. هديك مثال، مثلا انا خدت الزماله الامريكان بورد، البورد الامريكي في زراعه الشعر، طبعا ده علشان اخش الامتحان اصلا 5 سنين عشان احضر نفسي ان اخش، ونجحت. طيب طلع الشهاده البورد الامريكي ده 10 سنين، يعني بعد 10 سنين هو هيشيلك، لازم تخش تاني الامتحان،
ما هو دي رحلة الطب تعلم طول الوقت. خلص سنة 2020 كان في كورونا ما كانش في امتحان فعملوا الامتحان سنة 2021. طب أنا واحد في سني ده بعد العمر ده كله لسه أخش وأذاكر وامتحن تاني ما يشيلوا اسمي من هناك؟ ما أنا هنا حطت الاسم والناس كلها عارفة إن أنا معايا البورد الأمريكي ومعايا فعلا بالزبط. لا قلت لا أنا لازم أخشه. الله. ليه؟ لأن أنا قعدت سنة أذاكر 2021 الحاجات الجديدة طبعا وانبسطت جدا واستفدت جدا ودخلت الامتحان 21 وخدته. بقيت واحد في القارة دي كلها ان ياخد امتحان ده مرتين. يعني دي حاجة عشان انا بس دي حاجة انا اول مرة اصلا اعرفها. بس حضرتك نورتنا في نقطة لا هو لازم مصداقية الشخص مع نفسه محدش بيطلب منك تعمل بالظبط كده. دي مهمة جدا ومن عوامل النجاح اللي بتخلي الواحد وده اللي انا بحاول ازرعه في التلامذة اللي هم مش هقول بقى تلامذة الدكاترة اللي اشتغلوا معايا ودلوقتي لا هم بيعترفوا ناس محترمة وناس شغالة وناس كويسة جدا. ده اسمه زكاة العلم. في ختام كل حلقة بنعمل لعبة كده مع ضيوفنا الأفاضل إنه بنقول مجموعة من الكلمات وعايزين واقعها على حضرتك كده في كلمة واحدة أو في جملة إذا ممكن. أولا رحلة الطب ممتعة. النجاح مش بالسهل. العيلة أهم حاجة. التعلم أساسي. الجمال جمال لله. جميل. انا مبسوطه كده يعني انا عارفه انه توقعت ان الجمال تبقى اسهل حاجه بالنسبه لحضرتك بس اخدت اصعب حاجه. ميرسي يا دكتور وبشكرك شكرا جزيلا واستمتعنا بالحوار معك. انا والله كمان جدا يعني ميرسي جدا. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. دكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج استشاري جراحات تجميل الأطفال مؤسس مبادرة ما تخبيش وشك لدعم الأطفال ذوي الاختلافات التكوينية زمالة جراحات الوجه والفكين والجمجمة بجامعة ميونخ بألمانيا زمالة جراحات تجميل الأطفال بجامعة كاليفورنيا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور ومنورتي. منور يا دكتوره. اهلا وسهلا بيكي. دكتور كرم واحنا بنتكلم النهارده عن التجميل وطب التجميل بكل تفاصيله الحلوه بصراحه لكنها كمان فيها تحديات كتير. هدخل على طول في الموضوع مع حضرتك ويعني احنا سعداء بمبادره جميله حضرتك قمت بيها اسمها ما تخبيش وشك. ميرسي. فخلينا الاول نشرحها للناس كده. هي مبادرة ما تخبيش وشك مبادرة الهدف منها النظرة بشكل أشمل للأطفال مبدئيا الأطفال وبتشمل تتوسع لتشمل كبار لكن الأطفال اللي مولودين باختلافات تكوينية في شكل الوش والرأس أو ما اصطلح على تسميته بالعيوب الخلقية وكمان حتى لو في مشكلات أو تغييرات مستحدثة نتيجة حروق نتيجة إصابات نتيجة التهابات أي شكل أي شيء بيغير في شكل الوجه والرأس تحديداً لأنها بوابة التواصل بتاعة الإنسان مع نفسه في المراية كل يوم ومع المجتمع والآخرين. اعتدنا على أن احنا نتعامل كجراحين مع مثل هذه الحالات زي أي حالة جراحية. علاقتي بالمريض بتبدأ لما بنبدأ فحوصات العملية وبتنتهي لما بنخلص إجراءات المتابعة وده في العادة مع معظم المشكلات الطبية والجراحية بيحل المشكلة للمريض اللي بيشيل المرارة أو الزايدة أو اللوز أو ندبة في الجلد بتنتهي مشكلته لكن اللي مولود باختلاف تكويني عادة بيجيني وهو مر بجزء من المعاناة أو المشكلة النفسية وبيكمل مشاكله بتتحل بالتدريج مع النمو غالبيتهم أو جزء كبير منهم بيستمر العلاج معاه ومراحل العلاج لحد ما بيكمل 18 أو 20 سنة. يعني نقدر نقول إنه ده منطق مش عارف مش عايز أقول جديد لكنه منطق حضرتك يعني اكتشفته بسبب خبرات أوسع في الدراسة وحبيت إنك يعني تعممه أو تساعد الأطفال بيه. وده سؤالي تحديداً. طب التجميل معروف أو جراحات التجميل من أكثر الحاجات المرتبطة بالنفسية. هل ممكن يعني نتوقع أنه في المستقبل يبقى فيه تعاون أو تناغم ما بين الطبيب المعالج طبيب التجميل يرشح أنه الطفل يكمل مع طبيب نفسي؟ هل ممكن ده يحصل في يوم من الأيام؟ لأنه زي ما حضرتك بدأت وقلت فيه
يعني ترابط حقيقي ما بين النفسية وبين الحالة الحالية أو المستقبلية حتى. فعلا هو يعني أنا مش اكتشفت قوي، لكن لمسته في أثناء دراستي للدكتوراه لما سافرت أمريكا. بقول لحضرتك اكتشفنا إن الموضوع مش قوي جراحة بس، هو في النهاية أكبر. إن الإنسان يحس إنه طبيعي والمجتمع يبص له على إنه طبيعي، وده كان هدف المبادرة إنها تكمل الجوانب دي. والموضوع النفسي مش بس في الطفل الصغير، حتى الكبير يعني حتى الأكبر سنا، الطبيب الجراح لازم يعرف المنطقة بتاعته فين بالظبط. يعني أنا ممكن يجيني إنسان عايز يغير شكله يقول لي بص أنا عايز أبقى زي الصورة دي، أو أنا عايز شكلي يتغير، بس ما فيش شيء واضح في ذهنه. لا، هو لو ما عندوش شيء واضح في ذهنه يبقى ده مش بتاع الجراح، ده بتاع الطبيب النفسي. هو ممكن ما يكونش محتاج حاجة فعلا، لأن الجراح لو تدخل هيعمل كوارث، مش هيعمل كوارث طبية لكن هيعمل كوارث. هو في النهاية إنسان مش عارف عايز إيه، وبالتالي واحد نازل مش رايح مكان. في حد ممكن يعمل كده يا دكتور؟ يعني في حد يقول انا مش عارف عايز اعمل ايه بس عايز اغير شكلي؟ طبعا، في واحد بيجي يقول انا وشي انا مش مبسوط من شكل وشي، او انا مش مبسوط من شكل الانف، او انا مش مبسوط من شكل خدودي. بتحصل طبعا وكتير مش قليل. ومن الامانه ان حضرتك ما تتدخلش على طول، ومن الامان، من الامانه ومن الامان، لان هو هي ويل نوت بي ساتسفايد، يعني اللي هو بيسموهم التوقعات الغير منطقيه او الانريالستيك اكسبكتيشنز، دي من موانع الجراحه اساسا. لان هو هيبقى مشكله في المتابعات وهيلزق في يعني في الجراح. انا بضحك ليه، افتكرت كل الستات هيبقى عندهم نموذج كده عايزين. لا، هو لازم تبقى الامور واضحه والمطلب واضح وقابل للتحقيق من البدايه. الطفل بقى المشكله برضو بتبقى اكبر في ايه؟ هو بيبقى جزء من العبء النفسي من صدمه الاسره الاولى. لو ما قدرتش فعلا الاسره تستوعب الموضوع بسرعه وتتقبل وتبتدي ما تعكسش صورة سلبية للطفل، لأن هو المراية اللي بيشوف الطفل فيهم نفسه. لو في ثقة وفي حب وفي تقبل من الأسرة هو هيبقى قوي ويقدر يتعامل مع المجتمع. المرحلة دي لو عملت للطفل نفسه عبء نفسي، يدخل بعد كده في الأعباء النفسية مع الشارع، يدخل مع تكرار دخوله للمستشفى، هيعمل عملية واثنين وثلاثة ويتعرض لأشعة ويعمل تحاليل ومتابعات. الحاجات دي على مدار السنين فعلا بتسبب عبء نفسي. عشان كده كل الفرق الطبية الحديثة المختصة بعلاج مثل هذه لازم المالتي ديسيبلينري تيم أو الفريق متعدد التخصصات يبقى فيه سايكولوجيست، لازم يبقى فيه سايكولوجيست. خليني أسأل حضرتك مستقبل جراحات التجميل، لأن إحنا مشغولين طول الوقت بإيه اللي هيحصل كمان 10 سنين. يعني نقدر نقول، أو يمكن لو ممكن حضرتك تشاركنا حتى، النهاردة وصلنا لإيه؟ وفي 10 سنين من دلوقتي ممكن نوصل لإيه؟ هو 10 سنين كنا بنتكلم عنها في القرن الماضي، كل 10 سنين، كل ديكيد بيبقى فيه تغيير، كل 10 سنين لكن دلوقتي كل سنة فيه تغيير، وكل شهر فيه تغيير، وكل يوم فيه تغيير الحقيقة، لأن الوتيرة التطورات أصبحت أسرع من الإنسان يلاحقها. خلايا جذعية وحقن دهون وزرع وش، حتى الحاجات اللي كنا بنشوفها في السينما ونعتبرها فيكشن. يعني زرع وش الدكتور قبل الهوا بيقول لي زرع بجد حاجة زي كده. طبعا، يعني فيس ترانسبلانت. يعني الحاجات اللي احنا متخيلين حتى هذه اللحظه انها سينما، اتعملت اكتر من 45 او 50 حاله على مستوى العالم من 2005 عمليه بتتعمل، يعني قربت تكمل. بتحصل امتى؟ في حالات ايه؟ بتحصل في الحالات اللي عندها تشوه في الوجه بيعوق الانسان عن التواصل مع الاخرين بدرجه كبيره. يعني ضحايا الاطلاق الناري، الطلق الناري بيعمل تشوهات ضخمه، بيبوظ تقريبا كل ملامح الوش. بعض الامراض زي النيوروفايبروماتوزيس او بعض الحروق العنيفه اللي بتضيع تفاصيل الوش بالكامل. وبالتالي هي عمليه كبيره جدا وليها طبعا مضاعفات، لكن الانسان بيبقى بيفضل الكواليتي اوف لايف، يعني هو عايز يخوض التجربه حتى لو قاسيه، لكن يقدر يعيش حياته، ما تبقى له من حياه بشكل لطيف. ودي كمان حاجة عايزة أسأل حضرتك فيها عن وتغييرها في الصورة الذهنية. يعني دايما الناس تفتكر أن عمليات التجميل دي بتاعت المرفهين. الموضوع تغير؟ يعني حضرتك قادر تلمس ده؟ يمكن لأنه حضرتك كمان بتشتغل في جراحات الأطفال، يعني حاجات ضرورية. هو طبعا از ستاندرد حتى على مستوى التعليم والتدريس والتدريب، حتى جراح التجميل 80% من شغله ترميم وإصلاح حروق وإصابات وكسور وفقدان للجلد، يعني حاجات معظمها إصلاح، و20% بيبقى الشغل الخاص بجراحات الجمال اللي احنا بنسميها الكوزمتيك أو جراحات الجمال، وغير جراحات التدخلات الجمالية زي الحقن مثلا. لكن اللي ظاهر في الصورة وبيطفو دايما المفهوم الأول عند ذهن الناس، لأن ده الاهتمام
عند غالبية الناس. البحث عن الجمال غريزة إنسانية، يعني من أول العصر الحجري وما قبل التاريخ. حضرتك رحت أي متحف هتلاقي أدوات التجميل معروضة جزء أساسي من المحتوى. فالإنسان فيه غريزة البحث عن الجمال وعن أنه هو يبقى ألطف، وده برضو شيء نفسي، عشان كده احنا بنقول ارتباط. ده من أكتر التخصصات الجراحية المرتبطة بالنفسية أو بالنفس. يعني مش مستهجن، أو حضرتك مش شايف أنه في سلوكيات أكتر من اللازم في الاهتمام بالجراحات التجميلية؟ في بعض السلوكيات الأكتر من اللازم. يعني إمتى نقول أنه ده كده مش مظبوط، يعني أنا كده بسعى إلى حاجة غير معقولة وغير مقبولة كمان بجراحة؟ في أستاذة أمريكية عاملة كتاب اسمه بيوتي سيك كوميونيتي، اللي هو المجتمعات المريضة بالجمال. حلو يعني اسمه ده. الفكرة أن الإنسان أصبح عنده كراهية الشكل التي قد تفوق. يعني لو إنسان عنده أوبجيكتيف للتجميل، أنا عندي مشكلة واضحة وهصلحها وتصليحها في حدود إمكانياتي، هعمله. لكن أنا مش غير راضي عن شكلي، أصبح الضغط بتاع الميديا، بتاعة صناعة الكوزماتيكس العالمية بتضغط عليا بشكل محسساني دايماً إن أنا وحش. لو أنا لوني أبيض بيقولي لازم تاخد تانين كريم عشان تبقى جميل، لو أنا لوني أسمر بيقولي لازم تاخد تفتيح عشان تبقى جميل. لو أنا شوية مليان يقول لا أنت كانديديت إن أنت تشفط، لو أنا شوية. فأصبح الإنسان المعاصر في صراع مع المعايير الجمالية اللي بتتحط له هو، he has to fit، يعني لازم يدخل في القالب ده. فده بيعمل لنسبة كتيرة من الناس اللي ما عندهمش الإميونيتي أو المناعة ضد هذا النوع من الدعاية، عدم رضا عن النفس ورفض للشكل، بيدخلهم حتى في اكتئاب وفي حالة نفسية. إمتى بقى يبقى إكستريم؟ لو أنا عايز حاجة غير واضحة، أنا غير راضي وعايز حاجة غير واضحة، أو لو أنا عايز حاجات كتيرة تفوق إمكانياتي. فده بتبتدي من اللحظة دي تظهر المشاكل بتاعة علاقة الإنسان بالتجميل، تظهر المشاكل الشخصية وأعتقد المشاكل الاجتماعية كمان، بتبتدي الضغط على الزوجة، على الزوج، على الأولاد، على الأب، على الأم. الإنسان مش عايش في المجتمع لوحده، فهيبتدي عايز يوصل للإيمج، وعلى الطبيب كمان لما بيروح لواحد واثنين وثلاثة ويقول له أنا عايز أتغير بس مش عارف أبقى إيه، أنا حاسس إن أنا مش جميل. أنا دي بالنسبة لي جديدة، يعني لأنه أنا كنت أتخيل إنه الشخص بيبقى رايح مستاء من حاجة معينة. ده لكن صح حضرتك بتقوله ده، لكن يعني لكن في نسبة بتبقى هي مش عارفة عايزة إيه، لكن غير راضية عن شكلها. عندي سؤال بقى يا دكتور، لأنه حضرتك بتشتغل في حاجة من أخطر التخصصات وهي جراحات تجميل الأطفال، والرحلة بتاعة الجراحة برضو حضرتك قلت إنه ممكن تكون عملية واثنين وثلاثة عشان نوصل للنتيجة المرجوة. في مشوار القبول، إيه الممارسات اللي ممكن نتعلمها من العالم الأحدث الأفضل في أننا أخلي الطفل يندمج في المجتمع، أنه أخليه يتقبل في المجتمع؟ إيه الأفكار؟ العالم وصل لإيه عشان نقدر نقبل من غير ما نبقى بنشفق أو بنقول له حرام وصعبان علينا والكلام اللي بيأذي أكتر ما ينفع، أو في الناحية التانية نكون بنأذي نفسياً أو بنتنمر؟ الأسرة نمرة واحد، الأسرة بتاعة الطفل المختلف والأسرة بتاعة الطفل الطبيعي، اللي لازم تحسسه أن مش كل إنسان بيتكلم بطريقة مختلفة عنك أو بيلبس بشكل مختلف عنك أو عنده اختلاف في شكله عنك، ده مش فريسة لك أن أنت تتهكم عليه أو تقوله. فتربية الأطفال وإفهامهم بالمعاني الإنسانية دي حتى قبل ما يبتدي يظهر عندهم الأعراض، مش لما يجيني ويقول لي يا ماما أو يا بابا الولد اللي جنبي بيتكلم بطريقة، لا، أنا من قبل كده أفهمه أن أنت طالع للمجتمع قبل ما يروح المدرسه، والمجتمع في اختلافات، احنا مش كلنا شبه بعض بالزبط. فنحترم المختلف حتى لو احنا مش عايزين نصاحبه. الحاجه الثانيه طبعا ان احنا ناجل شويه دور الخطاب الوعظ، لانه ما بيغيرش كتير بقدر ما بتغير الادوات الفنيه والادوات الادبيه. لعب الاطفال اللي عندها اختلافات تكوينيه اصبحت دلوقتي جزء من العاب الاطفال في الخارج. قصص الاطفال اللي ابطالها ناس عندهم وحمه دمويه او وحمه صبغيه او اختلاف في الشكل، ما بقيوش هم فكرة المونستر القديم أو المسخ اللي في القصص القديمة، بالعكس ده بقيوا أبطال وبقيوا نماذج تتحب. كل ما الطفل والإنسان يشوف النماذج دي موجودة في المجتمع كل ما هيتقبلها، لما يشوفها في ثقافته كطفل وعالمه الصغير كطفل هيبتدي يتقبلها وهو كبير إنها موجودة حواليه بدون إيذاء. لفت نظر حضرتك لحاجة مهمة جدا، أنه فعلا كان دايما يطلعوا الشرير يربطوا بملامح وشه الغير معطية أو حجمه أو كونه أصلع مثلا أو يعني لازم يبقى فيه ستيجما.
فالكلام ده في الواقع الاشرار مش دايما مرتبطين بملامح فيزيكال. حلو قوي دول يا دكتور. بذكر ان الاشرار شكلهم حلو. عايز اختم مع حضرتك بالفكره دي، هل ده دور دكتور التجميل؟ يعني احنا بنسال عن علاقته بالطب النفسي، بس هل دور دكتور التجميل انه في مرحله ما ينصح ويقول انت مش محتاج، فكر تاني، مش هعمل العمليه دي؟ طبعا لا، هو لازم يعمل كده. يعني تبدا الموضوع يبدا معاه من الموافقه المستنيره، مش معنى انت عايز تعمل عمليه خلاص انت موافق امضي، لا، هو انا لازم اقول لك انت هتعمل العمليه ليه، وهتعمل العمليه متوقع النتيجه تبقى ايه، ومتقبل ان احنا ما نوصلش للنتيجه دي ولا لا. لو هو في اي مرحله من المراحل دي لاحظ ان المريض توقعاته غير مقبوله، هو او هو مش عارف هيعمل ايه او طالب اكتر من الممكن، يقول له انا اسف انا مش هقدر اعمل كده، حماية له وحماية للمريض من دخوله في سيكونس عمليات وتكاليف وهو في النهاية مش هيقدر يوصل لحاجة. أخيراً، جراحات باستخدام الروبوتكس والتقنيات التكنولوجية في الجراحة، هل كمان سهلت عمليات التجميل وخلتها أكثر دقة عن زمان، ولا ده مش وارد قوي في التجميل؟ هو طبعاً الأكثر بالنسبة لنا إحنا من الروبوتكس، لأن ده لسه دورها محدود، بدأ يبقى لها أدوار في حاجات زي زرع الشعر، لكن الأكثر اللي هو الكمبيوتر بلانينج، يعني مثلاً حد جاي عنده أسيمتري في الوش أو عيب خلقي أو اختلاف عدم تناسق، فأنا مش هقدر أدخل العملية وأنا مش عامل العملية قبل ما أدخل. لازم قبل ما أدخل العملية بيتصور تصوير ثلاثي الأبعاد، بيتحط على الكمبيوتر، بيتعمل له مجسم أو حتى بيطبع المجسم ده، وتبتدي العملية الجراحية على هذا المجسم، ونشوف الشكل بعد ما اتعملت العملية الجراحية على المجسم، فيرتشوال أوبريشن أو عملية افتراضية، ونشوف الشكل بعد كده، وندرس الخطوات احتاجنا نكسر فين ونحرك لمدة كم ملي ونحرك كم سنتي في أنهي اتجاه، ونبتدي داخلين العملية وإحنا عاملينها already virtual. فطبعا شغل الكمبيوتر وشغل التكنولوجي في جراحات التجميل أصبح عالي جدا. يعني أنا بشكرك يا دكتور، ويعني يجي دورنا بقى أنه حضرتك اللي تقول لنا إيه اللي ممكن المجتمع والميديا والناس تقدمه لطفل مصاب بأي مشكلة في وشه عشان ما يخبيش وشه. كلنا نتكلم، كل انسان يحس ان ده قضيته، هي از نوت اميون، يعني ما فيش حد فينا محصن ان ابنه او حفيده يبقى عنده اختلاف تكويني، لان مش مرتبطه بدوله ولا بسن ولا بحاله اجتماعيه. الحاجه الثانيه، كل انسان فينا احنا عرضه لا قدر الله ان هو يتعرض لحدث من حوادث الحياه يؤدي الى تغيير في شكله. حلو كمان المصطلح اللي حضرتك بتقوله، اختلاف تكويني. مش عيوب خلقيه او خلقيه زي ما كنا بنقول، ما صح؟ هو مش عيوب، يعني هي في النهايه اختلافات. حلو. وزي ما قال الرئيس ان هم برضو عندهم القدره على التنفيذ، قادرون باختلاف، يعني هيعملوا they can do وينفذوا بس بشكل مختلف. حلو. مش لازم كلنا نبقى نسخه من بعض يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كرم، نورتنا. وشكرا لأنك واحد من الناس اللي بتعمل شغل عالي. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. شكرا، نورتنا. ثانك يو، ميرسي يا دكتور. اتفضل. وما بين سعي الناس للجمال وحبهم ليه، وما بين فهم عميق وحقيقي لمعنى الجمال ودور بعض الناس فيه، هنا الناس اللي عملت شغل عالي.